اهلا بيكم معايا في حلقه جديده. النهارده ان شاء الله باذن الله هعمل وصفه وهتكلم عليها دلوقتي ليها علاقه بالكيتو. انتوا سالتوني عنها كتير جدا جدا، ان شاء الله هنعملها النهارده وهتكلم عن معلومات تخص الكيتو دايت اللي دايما زي ما بقول بتسالوني عنه، وهقول برضو رايي فيه علشان نبقى عارفين هل الموضوع ده صح ولا لا، وهنجاوب على السوشيال ميديا. وان شاء الله هيكون معانا بقى فقرات ظريفه جدا، هيكون معانا الاستاذه ايمان عبد الرحمن وهتتكلم عن سلامه الغذاء، هنتكلم عن الادوات الصحيه اللي المفروض نستخدمها في المطبخ زي الحلل مثلا، ايه اللي صحي وايه لا، ودايما برضو بيجي لنا اسئله كتير قوي في الحته دي. هيكون معانا برضو لقاء مع شخصيه مؤثره مع الكاتبة حنان مفيد فوزي، إن شاء الله هي شخصية عظيمة الحقيقة وليها كتب كتيرة قوي ومواضيع كتيرة وفنانة في مجالات كتير، إن شاء الله هنتعرف عليها أكتر ونتكلم معاها. وهيكون معانا إن شاء الله فاشن شو، أنتوا شايفين طبعا لابسة النهاردة طقم مميز جدا. هيكون معانا إن شاء الله الأستاذة لبنى الزيان، هتقدم لنا تصميمات مميزة جدا إن شاء الله تعجبكم. طيب دلوقتي نبتدي بقى نتكلم عن الكيتو دايت. يعني ايه كيتو دايت؟ الفتره اللي فاتت اتعرف جدا، ناس كتير قوي ابتدت تتبعه، وناس كتير قوي قالوا اه ده حلو انا خسيت بسرعه قوي منه، وناس رجعت قالت لا انا تعبت جدا منه. طب هو ايه بالظبط فكره الكيتو دايت؟ ان هو ما فيهوش نشويات، يعني نظام غذائي خالي من النشويات. يعني ايه خالي من النشويات؟ النشويات اللي هي السكريات، الدقيق بأنواعه، الفاكهة، أي حاجة فيها نسبة نشويات تتعدى نسبة معينة خلاص لا تجوز للكيتو، لأن الكيتو بيشتغل بطريقة معينة على الجسم. الجسم عشان يقلب على نظام الكيتو، هو سبحان الله ربنا خلق الجسم بيحرق النشويات، هو طريقته النظام بتاعه أنه يحرق نشويات، تمام؟ لما احنا فجأة نشيل منه النشويات، سبحان الله ربنا خلقه يعرف يقلب بنظام تاني، وهو ان هو يحرق الدهون. يعني خلاص بيستغنى عن انه يحرق عن النشويات، يحرق النشويات ويحرق الدهون فقط. عشان يقلب النظام ده بيحتاج فترة زمنية معينة لازم نمنع فيها النشويات عنه تماما، عشان يبتدي يخش في حالة اسمها الكيتوزيس، تمام؟ دي بتتقاس في الدم. لما بيخش الحالة دي بيبتدي خلاص يقلب نفسه ويحرق الدهون فقط في الجسم مش النشويات. طبعا سبحان الله برضو ربنا خلق الإنسان عنده كذا نظام عشان يقدر يعيش، لأن زمان ما كانش فيه مثلا تلاجات، ولا كان فيه مصانع، ولا كان فيه سوبر ماركت مليان بالأكل في كل حتة، ولا كان فيه إن الإنسان يعرف يحفظ الأكل في التلاجات زي ما بقول. ففكرة ان الاكل موجود طول الوقت، البشرية ما تعودتش على ده. البشرية بقالها الاف السنين عايشة على الزراعة، على القوت اليومي، على الصيد، على الـ سواء بقى اي حاجة بشكل يومي، يعني مش بشكل ان الحاجة موجودة متخزنة عندهم بالسنين او بالشهور او انها متاحة على طول، لا، الحاجة في الارض بتاعتهم هي دي اللي بيزرعوها ودي اللي بياكلوا منها. فكان لازم الجسم يعرف يظبط نفسه، يعني في وقت مثلا ما يبقاش فيه محصول او ما فيهوش صيد، ما فيهوش اكل، الجسم كان لازم يعرف يعيش. عشان يعرف يعيش ربنا خلقه يعرف يقلب من نظام لنظام، يعرف يحرق مره نشويات لو موجوده، وده الطبيعي. لو اتقطعت عنه النشويات يعرف يحرق من الصيد بس، اللي هو اكل اللحوم واكل الدهون واللي موجود في الوقت دوت. طيب هل النظام ده بقى صحي لينا؟ اثبتت الدراسات ان هو فعلا ممكن يخفف امراض معينه ليها علاقه بالنشويات العاليه، ولكن هل هو للانسان الطبيعي نظام صحي؟ لا، هو مش نظام صحي، هو نظام مؤقت عشان الانسان يعرف يسرفايف يعيش، مش نظام حياة نعيش عليه. لأن احنا لو قطعنا النشويات فترة طويلة ممكن جدا يحصل مشاكل، لأنه عبء على الكلى وعبء على الكبد. ناس كتير جربته ولقت انها بتتعب منه جدا ما تقدرش تكمل. ربنا ذكر في القرآن الفاكهة والتمر والعسل، ده عشان ناكل منه،
مش عشان نقول لا احنا هنحرم نفسنا دلوقتي من الحاجات دي كلها ونعمل الرجيم دوت علشان نخس. اتعملت فتره 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 ممكن تاثر جدا على الجسم لانه عبء على الجسم. الجسم الطبيعي بتاعه يحرق نشويات مش دهون، مش يفضل في حاله الكيتوزيس دي طول الوقت. طيب الكيتوزيس دي لما الواحد بيخشها زي ما قلت حسب كل شخص، ممكن حد يخشها بعد يومين ثلاثة بعد أسبوع حسب كل شخص ملتزم بالنظام. بتتقاس في الدم إن نسبة الكيتوز بتعلى في الدم، تمام؟ طيب الواحد دخل النظام ده خلاص وبقى في حالة الحرق، الكيتوز دي شغالة وعالية جدا في الجسم، يبتدي بقى يظهر له أعراض معينة. أول أسبوع الواحد بيتعب جدا ويبتدي يشوف أسود قدامه، طبعا بتكلم على طبيعي، ولكن في ناس ما بتتأثرش، بس في ناس بتتأثر جامد جدا. أنا طبعا أي نظام بتكلم عنه لازم أكون جربته بنفسي. أنا شخصيا تعبت فيه جدا أول أسبوع، تاني أسبوع أنا تقريبا حتى لما بقيت أرجع أكل نشويات كأن جسمي مش حاسس بيها، مفيش، كأن فكرة المخزون الجلوكوز اللي جوه الجسم اللي جوه الكبد كأنه اتلغى مش شغال. مهما أخد سكريات أنا متعبانة جدا وعندي رعشة. فكل واحد حسب ما بيعدي في الفترة الصعبة قوي دي بشكل مختلف عشان الجسم يأدبت أو يظبط نفسه على الشكل المختلف اللي هو بتاع الكيتوز ده، تمام؟ يبتدي بقى ريحة بق وحشة جداً، يبتدي يبقى فيه إمساك، لأن نظام الأكل بيبقى عبارة عن لحوم بروتينات عالية جداً ودسم عالي جداً، ومنشيل خالص الفاكهة، بنشيل خالص السكريات، بنشيل خالص الدقيق، شوية سلطة، أنواع من شوية السلطة، تمام؟ كريمات عالية، يعني كريمة لباني، حاجات معينة بيبقى نسبة الدسم فيها عالي جدا، هي دي المسموح إنها تخش. وبرضو الأتكنز أو الكيتو دايت ليه درجات، يعني في ناس زمان قوي ابتدى بالأتكنز، بعد كده ابتدى لا الكيتو يتغير شويه والنسب تختلف. انا بحكي بشكل عام عن الشكل الاساسي، يعني اتكنز ابتدى البروتين يبقى عالي جدا والدسم عالي جدا، بعد كده لا نقلل البروتين شويه والدسم يبقى اعلى، بعد كده لا نقلل البروتين والدسم ومش عارفه نحط ايه. هي كل شويه بتتغير، ولكن في الاخر احنا بنمنع النشويات من جسمنا، بنسمح بحاجه طفيفه جدا بتخش من ناحيه السلطه، التوت، انواع توتات معينه، حاجات كده بس، غير كده مفيش. انا اتسالت عن النظام كتير قوي، انا حقيقه مش مع الكيتو خالص، لانه بيعمل عبء جامد على الجسم، ممكن الناس تضر على المدى البعيد، ممكن يحصل لها مشاكل صحيه. الناس في ناس طبعا جربته، في اللي خف من حاجات معينه زي ما قلت هو بيعالج امراض معينه، في ناس لا ممكن تكون خست في الاول جامد، وده سببه ان دايما لما بنقطع النشويات خالص الجسم بيطرد نسبه معينه من الميه من الجسم، يعني اول ما بوقف نشويات بتلاقوا الجسم طرد كميه من الميه، كذا كيلو من الميه، فالواحد بيفرح يقول انا خسيت، انا النظام ده خسسني دلوقتي. فعلا النظام ده تحفه، نزلنا ميه بس من الجسم مش دهون، بيبتدي ينزل دهون بعد كده، تمام؟ في ناس خست فعلا كويس بعد كده معرفتش تكمل خالص، لان صعب جدا جدا الواحد يعيش فتره طويله فعلا من غير الحاجات الطبيعيه ربنا خلقها لينا، زي الفاكهه، زي التمر، زي العسل، زي 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 صعب جدا الواحد يفضل عايش على لحمه، بيض، زبده، حاجات معينه جدا ده صعبه وبتعمل عبء على الجسم. ولكن برضو بناء على الطلب انا النهارده هقدم لكم الكيتو بريد اللي هو عيش الكيتو اللي ما فيهوش نشويات، وينفع برضو ندخله في السبع خطوات. ينفع بان احنا عادي هناكل معاه بقى سلطات اللي فيها عادي طماطم في سكريات ونشويات، جزر في نشويات، الفلفل الاحمر في نشويات، ينفع ان احنا نحطها في السبع خطوات عندي، لكن الكيتو ما ينفعش. خلينا ناخد تليفون. الو، لكن الكيتو ما ينفعش. خلينا ناخد تليفون. الو، ممكن توطي التلفزيون شويه؟ ثانية واحدة. الو دكتورة سانج، اهلا بيك يا حبيبتي. انا بحب حضرتك قوي. انا كمان جدا، اتفضلي.
بصي انا اختي رفيعه قوي ويعتبر ما بتاكلش اي حاجه. تمام، ما بتاكلش اي حاجه. رحتوا حللتوا لها؟ رحتوا عند دكتور؟ ايه؟ عندها كام سنه؟ هي أيوة. عندها 7 سنين. رحتوا للدكتور شفتوا عندها ايه؟ روحنا واداها دواء وحاجات زي كده، فتح الشاي وحاجات زي كده، وخدته اتعدلت بعدها بشويه، وبعد كده ما عملتش حاجه تاني. لكن هي كل حاجه سليمه في جسمها، ما فيش عندها مثلا بعد شر انيميا، ديدان، اي مشكله داخليه؟ عندها بطنها، ما اعرفش اسمها ايه كده. عندها ايه؟ دوده في بطنها. طيب يبقى ده لازم يتعالج. يتعالج؟ ما هي خدت دواء منها ومشيت وخلاص. طيب تتأكدوا بقى عشان الحاجات دي لو ما اتعالجتش صح بترجع تاني. ماشي. شكرا يا حبيبتي. شكرا على المكالمة. تمام، يبقى نرجع لقصة الكيتو. زي ما قلت أنا الكيتو بريد حتى لو أنا عملته دلوقتي أو النهاردة هو ينفع كويس جدا إن إحنا نستخدمه في 7 خطوات، لأنه مشبع ومغذي ما فيهوش أي مشكلة. فمش لازم بس لنظام الكيتو، لا ينفع لنظام اللي هو ال7 خطوات. خلينا بقى دلوقتي ناخد أسئلة من السوشيال ميديا وبعد كده نروح على المطبخ. يلا بينا. رشا بتقول يا ريت لو تعملي فيديوهات أفكار للفطار والغذاء والعشاء. حاضر، أنا فعلا ابتديت أعمل دوت، فإن شاء الله نكمل بإذن الله. حاضر ونتكلم عليه. شكرا يا سيري. أنا بسأل عن المكسرات، النوع المناسب وقت تناولها وكميات كل يوم أو اليوم الواحد. المكسرات من الحاجات المفيده جدا للجسم، يعني احنا لو كلنا مكسرات زي اللوز، الني بالذات عشان قشرته البني دي بتغذي جدا وبتشبع وحلوه قوي. 10 لوزات في اليوم عايزه اقول لكم بتدي شباب دائم وصحه قلب ايه وحاجه رائعه للجسم. تمام، 10 لوزات او اي نوع مكسرات، لكن انا بنصح دايما باللوز اكتر حاجه، الني اللي بقشرته اللي هو القشره الفاتحه دي البني ما تتحمص تاكلوها. تاكلوها امتى؟ كسناك في اي وقت، واوقات انا باكلها بالليل وبتشبع حلو قوي قوي قوي. خلاص، بس اول ما نخلص ناكلها نوقف نستنى شويه كده عشان ايه؟ ندي فرصه بس للجسم يحس بالشبع، لانه بيحس بالشبع بعدها ب20 دقيقه. فاحنا مجرد ما بنبتدي ناكل نبقى خلصنا ال10 عايزين نخش في اللي بعده، لا نستنى اكتر من كده بنخش في سعرات كتيره. عامه المكسرات النيه مفيده جدا، ولكن تاني انا بنصح باللوز اكتر حاجه، و10 لوزات في اليوم كسناك او بالليل في اي وقت لوحدهم. تمام، بيبقى حلو قوي. او اللب السوري برضو هايل للجسم وللقلب وللصحه، بحبه صغيرين كده في الايد او قد بوله صغير، يعني قد بوله كده، بوله في الايد. خلاص تاكلوها لغايه ما بيخلص الواحد، برضو بياخد وقت. حلو قوي كسناك وممكن اي وقت بالليل. طيب ناخد التليفون الاول. تليفون سؤال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتوره سهال؟ اهلا بيك يا حبيبتي. دايما هنا ببقى اسمي دكتوره، هناك هيبقى اسمي الشيف. ربنا يا رب معاك. اهلا لو بيك. سمحتي يا دكتوره، انا دلوقتي عامله تكميم بقالي 7 شهور، ينفع معاه ال10 نصايح؟ ينفع اكيد طبعا، بس برضو ارجعي للدكتور اللي عمل لك العمليه. طيب انا يعني لو حضرتك قلت ينفع اعمل يعني هي لو جيت افطر البيضة بالعافية. ما طبعا أي حاجة هتاكليها بالعافية. وكل 2:30 يعني كل 5 دقايق بجوع يعني أمشيهم ازاي بقى ال10 7 نصايح؟ ما أنت بقى تقسمي وجباتك، أنا في 7 خطوات مكتوب تقسمي وجباتك صغيرة جدا قد اللي تقدري تدخليه في بقك، ويكون طبعا نشويات قليلة، بروتين أكتر، وبرده حسب ما الدكتور ينصح. طب والشرايح الخبز المشبع ممكن برده؟ أنا مش عارفة بقى، برده تسألي الدكتور علشان ممكن تكون تقيلة على معدتك ما تقدريش تستحمليها. تمام، انا حرق بطيء يعني، حرق بطيء. ما طبعا. ما شكرا يا حبيبتي. حبيبت. ما تحرمش مني. انا معلش، انا اسفه، انا اسفه، انا اسفه، بس انا ضد اي عمليه تكميم. الحاجات اللي بندخل فيها تحويل معده، تكميم، الا ما عدا للناس اللي فعلا في خطر، يعني الناس اللي هم اوبيز جدا مليانين جدا وهيخشوا خلاص في حاله هيروحوا مننا، دول ماشي لازم تدخل. لكن الناس اللي عاديه مثلا ما يعملوش ده، ده خطر يا جماعه والله. بتعيشوا بقيه عمركم متأزمين، بس لا عارفين تاكلوا، وكل ما تاكلوا ترجعوا وتحسوا ان روحكم بتطلع، وحاجه صعبه جدا ما بنصحش بيها ابدا. لكن لو احنا غيرنا نظامنا بجد هتلاقوا واحده واحده هتفهموا وهتخسوا وهتلاقوا نفسكم
من غير اي عمليات خالص. طيب معانا منى. الو، اهلا وسهلا. شيف هاله، ازيك يا حبيبتي؟ شيف هاله برضه زميلتنا هنا، اهلا بيكي. حضرتك انا ماشيه مع نظام السبع خطوات، وكنت 89 كيلو ودلوقتي 62 كيلو. جسمي دلوقتي انا 150 طولي، وعايزه اعرف الوزن المناسب. وعندي مشكله دلوقتي، انا خسيت كل حاجه وشكلي بقى كويس، بس عندي منطقه السمنه، كل اللي يشوفني يقول لي بطنك كبيره، انت حامل، انت والده قبل كده؟ قيصري مرتين، بس الرياضه مش مواظبه عليها عشان انا شغاله، وكل حاجه ماشيه عليها بالظبط. طيب سؤال، انت عندك رهرطه جلد اكتر بتشدي بطنك كده، رهرطه جلد ولا ده دهون؟ لا دهون، بطني مشدوده جدا، حتى فيها سرريه اللي هو الخطوط البيضه دي من كتر ما هي كتيره. طيب جسمي كله رفيع ما عدا المنطقه دي. انت قلتي لي وزنك دلوقتي كام؟ 62 كيلو. انت محتاجه تنزلي لسه بتاع 15 كيلو. 15 كيلو؟ انزلي كمان 15 كيلو، حاولي تنزلي كل، يعني انت لغايه حتى لو نزلتي بس 5 كيلو شوفي. تمام كده، بطنك نزلت تمام. تمام، وقفي، مش لازم تنزلي عن كده. انا بقول لك لغايه 15 كيلو او اكتر كمان شويه ممكن تنزلي. فانت يعني الوزن كويس 55 حسب ما هو الطبيعي. بصي انت في وزن الطبيعي، بس الطبيعي زياده شويه، فانت ممكن تنزلي شويه شويه شويه، انت ممكن تنزلي لغايه ما تنقصي من طولك 110. فاهمه قصدي؟ فانت كل ما هتنزلي هتشوفي هل منطقه البطن دي نزلت خلاص تمام كده، يبقى وقفي، بس انت لسه ينفع تنزلي كتير. ماشي، شكرا، الله يبارك لك يا رب. شكرا يا حبيبتي. شكرا شكرا، مع السلامه. انا بس دايما المكالمات لما بتيجي وانا قاعده هنا دايما دكتوره سالي، وفي المطبخ يا شيف سالي. انا الحقيقه مش طبيبه، انا خبيره تغذيه دارسه تغذيه، فانا الطبيب بيتقال له دكتور، خبير تغذيه عادي سالي، قولوا لي سالي. انا مش دارسه شيف برضو، انا مش شيف، الشيف اللي دارس شيف واخد شهاده شيف ده لازم ياخد لقب شيف. فانا دارسه تغذيه وطهي صحي، تمام؟ فبقدم المعلومات اللي تفيد كل الناس من ناحية التغذية السليمة، من ناحية الدايت، من ناحية الواحد يعيش حياة صحية ازاي، من ناحية وصفات الصحية، كل ده. ولكن ما اسميش لا شيف ولا اسمي الدكتورة، تمام؟ انا بأكد ده، بس مش هينفع في كل مكالمة اقولها. تمام، طيب نشوف السؤال اللي بعده قبل ما نروح الفاصل. لو سمحتي، هو رجيم الثلاث ايام ينفع مع 10 سنين؟ بنتي 58 كيلو و13 سنه تقصدي اكيد. طيب 58 كيلو على 13 سنه اعتقد ده ممكن يكون يعني مليانه شويه. لا ما انصحش برجيم الثلاث ايام، قاسي جدا على الاطفال، ما انصحش بيه للاطفال. يعني ممكن تقللي، واحنا عملنا حلقات كتيره للاطفال، نقلل الحاجات اللي بتخنهم. يعني شيلي من البيت، ما تقعديش تعملي كيكات وحلويات وعصاير، ما نقعدش نحط لهم نشويات كتير، اكتر حاجه الشوربات والسلطات والخضار واللحوم، على الفطار مثلا البيض والجبن والسلطات، الفول حلو جدا برضو، ولكن ما نبعد عن العيش والمكرونه والرز والسكريات بكل اشكالها. في الحاله دي هتلاقي الطفل لوحده بينزل، مع انك تاخديها تعمل اي نشاط رياضي عشان ايه تحرك الدنيا، والدنيا تبقى البنيه نفسها، العضلات تزيد والجسم ياخد شكل كويس. احنا معانا سؤال تاني ولا خلاص؟ طيب نشوف السؤال اللي بعده معانا. شكرا ليكي يا احلى سالي حبيبتي، بستفيد قوي من كلامك ووصفاتك، ربنا يجعل ليكي في ميزان حسناتك يا رب. حبيبتي شكرا، انا بشكرك جدا على دعوتك الحلوه دي، بتمنى يا رب يكون علم ينتفع بيه. عندنا سؤال بعده. خلود، بعد اذنك، بعد اذن حضرتك، البطاطا الحلوه مناسبه للدايت؟ البطاطا الحلوه من الحاجات اللي فعلا مفيده للجسم جدا جدا، ولكن ناكلها مشويه وناكلها لوحدها. ينفع ان احنا ناكلها على فكره بقشرتها، يعني انا باكلها بقشرتها عادي، نشويها في الفرن بس نكون غسلينها كويس، نكون متاكدين مش مرشوشه، ونقدر ناكلها كده محمصه كده من بره كده بقلبها بكل ما فيها، حلوه جدا جدا جدا. مره عملت، جربت يومين كده اكل بطاطا بس، الواحد كمان بيخس
حلو قوي منها، بتعمل زي تنظيف كده للجسم وحلو قوي، بس ما نكترش عن تلت معده في الوجبه، تمام؟ بس او تاكلوها كوجبه لوحدها، ولكن ما تاخدوهاش ابدا مع دسم، يعني بطاطا ما تاكلوهاش ابدا لا مع لبن ولا مع اي منتجات البان ولا مع زبده ولا مع اي حاجه دسمه خالص، يعني ما تاخدوش مثلا صينيه بطاطا بالبشاميل، لا دي تتخن جدا، تمام؟ مخرجنا عنده سؤال. ايوه ايوه طبعا، هو بيقول ان دلوقتي لو جينا كلنا بيتزا او كلنا اي حاجه وبينشفها من الدهون بالمناديل، هل ده بيجيب؟ بيقلل طبعا نسبه الدهون شويه، ولكن برضو بتبقى الحاجه لسه فيها دهونها كتير. تنشيف فكره حلوه ولكن مش 100% بتشيل الدهون. انا اخر سؤال هناخده عشان نروح الفاصل. معانا ام انجي، ممكن اكل عيش بلدي مع الوجبه؟ بصي يا ام انجي، العيش البلدي فيه ماده الجلوتين، الجلوتين ده بيوقف الحرق وللاسف بيترسب في الجسم والامعاء وفي الركب وبيعمل مشاكل كتير، فحتى لو كلنا حاجه صغنونه قوي ربع رغيف او نص رغيف في اليوم انا ما بنصحش بالجلوتين ابدا، ما بنصحش باي قمح، القمح بجد بيضر الجسم على مدى البعيد، بيتعبه وبيوقف الحرق زي ما قلت وبيعمل مشاكل كتيره جدا وبيمنع امتصاص مواد مهمه قوي في الجسم، فنصيحة ابعدي عن أي حاجة فيها قمح. بتمنى يا رب أكون فدتكوا. هنروح، طيب حاضر، عايزة إيه؟ اتفضلي. إيه على الشاشة؟ طيب آخر سؤال. أنا يا سالي مشكلتي إني بشتاق جدا للحلويات، أعمل إيه؟ لو بتشتاقي للحلويات يبقى دايما ناخد الحاجات اللي هي الصحية. اولا نبتدي بالفاكهه المظبوط طبعا، الموز والفاكهه او التمر مثلا، فواكه مجففه، العسل لو دوت لا برضو مش عايزه الاتجاه ده، يبقى نخش على الحلويات اللي هي اللي احنا بنعملها في البرنامج اللي بالشوفان، يعني كيكه شوكولاته بالشوفان، كيكه التفاح بالشوفان، كيكات كتير او التشيز كيك الدايت، عندنا كميه وصفات رهيبه عملناها صحيه، دي اعملي منها بشكل مختلف كل يوم وكلي منها حته ان شاء الله مش هتعمل اي مشكله خالص. هناخد بقى دلوقتي 7 خطوات قبل ما نطلع الفاصل، على طول صوروها ونروح على المطبخ. من الفاصل ودلوقتي بقى هنعمل مع بعض وصفة الكيتو بريد او خبز الكيتو اللي قلنا بدون نشويات. هقولكوا على المقادير. معانا دلوقتي
60 جرام من اللوز المطحون الناعم، ويا ريت نمشي بالجرامات عشان يظبط معانا، لان هو شويه سخيف. ليه سخيف؟ لانه ممكن بسهوله ما يعلاش معانا، فانا عايزاه ياخد فوليوم او ياخد يبهش شويه، ما يبقاش مكتوم، تمام؟ فعشان كده لازم نركز في المقادير بالظبط. انا بس عايزه اقول الشاشه مش معايا. يبقى معانا 60 جرام لوز مطحون ناعم، معانا 30 جرام بذور كتان مطحونه ناعم، 20 جرام قشور السيليوم، ومعانا 150 جرام ميه دافيه، و12 جرام خميره فوريه، و20 جرام خل ابيض، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج صودا، زعتر جاف، ورشه ملح. تمام. للتقديم بقى كل ما هو مسموح في الكيتو او زي ما انتوا عايزين في السبع خطوات. في السبع خطوات ينفع نحط معاها عادي جدا بقى طماطم، فلفل احمر، عايزين تحطوا معاها تاكلوا بقى انواع جبن، لبنه مثلا، عايزين قريش، عايزين تاكلوا معاها شويه فول، عايزين تاكلوا طعميه مخبوزه في الفرن، عايزين تاكلوا، يعني الموضوع في السبع خطوات فيه مسموحات اكتر، تمام؟ لكن في الكيتو هتبقى منحصره على حاجات معينه جدا زي زبده او حاجه دسمها عالي. فانا نصيحتي نعمل النظام مع، يعني ناخد الكيتو بريد ده نستخدمه مع السبع خطوات. ولكن الناس اللي بتعمل الكيتو علشان نظام بتخف من حاجات معينه، لانه زي ما قلت هو بيساعد على ان الناس تخف من حاجات معينه، بتبقى الدكاتره كاتبه لهم ان لازم يمشوا على الكيتو، دول انا خلاص يبقى النظام يمشوا زي ما الدكتور بيقول لهم بالظبط. تمام. اول حاجه بنعمل ايه؟ بنحط الميه الدافيه والخميره مع بعض، خلاص مفيش سكر ولا عسل في الموضوع خالص، مفيش نشويات، يبقى من الميه الدافيه معانا ومعاها الخمير. تمام. اهو بنسيبهم على جنب. لما بنسيبهم على جنب بيحصل ايه؟ بتدينا الـ 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 الشكل دوت، الخميره بتتفاعل. خلاص. في بوله تانيه ببتدي بحط كل الحاجات النواشف، كل ما هو ناشف بحطه مع بعض. كل حاجه قلناها ناشفه بنحطها مع بعض. تمام. هنشيل دول بقى على جنب كده. هنجيب بقى احنا معانا الخل، بنحطه على الخميره لانه سايل، السوائل دي مع بعض زي ما قلت والنواشف دي مع بعض. هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نقلب دول الاول. ده طبعا الشكل اللي احنا عملناه مع بعض، لكن ده اللي هو خلصان خلاص. نطلع دي قدام بقى، ناخد ريم من القاهره. اهلا يا ريم. اهلا بك يا سالم. اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. كنت بدي اسالك بس، انا كنت عامله عمليه من فتره، يعني كان في كيس على الكبد واخذوا شفقه من الكبد، يعني فا ايه اللي بتنصحيني يعني اكله مشان اعوض الكبد دي؟ حاضر. ممكن اسالك سؤال ثاني معلش؟ طبعا. عايزه اكلات مفيده للسن تحت سنه يعني اطفال. طيب حاضر. مبدئيا اكلات سن تحت سنه دي خليها حلقات الاطفال، علشان دي محتاجه قاعده، تمام؟ واحنا دايما بنتكلم فيها، بنجيب دكاتره اطفال، وفي حلقات حصلت قبل كده كتيره عن تغذيه الاطفال. بالنسبه لك انت بقى، الكبد اهم حاجه واحسن حاجه ليه الكركم. خلي كركم كل يوم معاك، يعني في مشروبك حطي كركم، يبقى عندك كده ميتك حطي فيها رشه من الكركم. الكركم بتساعد على تجديد خلايا الكبد، وكمان الجسم بينقي نفسه بسهوله جدا. الكبد بيعرف يبني نفسه تاني، تمام؟ بيعرف يجدد كل خلاياه.
ابعدي تماما عن الاكل اللي هو طبعا الغير صحي، وابعدي تماما عن الفركتوز العالي. السكر الفركتوز بيعمل دهون على الكبد وبيتعب الكبد، والادويه الكتيره جدا بتتعب الكبد، يعني اي مسكنات كتير، اي ادويه كتيره بتتعب الكبد، فتبعدي عنها تماما. تشربي ميه كتير بالكركم، يا ريت كمان عصره ليمون، يعمل ديتوكس هايل للجسم ويساعد على ان الكبد يرجع يبني نفسه تاني في خلال ما فيش يعني سريع جدا بيعرف يبني نفسه. سبحان الله، يعني حتى لو تشال منه حته زي ما انت بتقولي بيرجع يبني نفسه، ولو عليه الكبد عليه دهون بيرجع يظبط نفسه تاني ويجدد خلاياه. تمام، اهم حاجه بس الاكل الصحي، وزي ما قلت الكركم، وتشربي ميه كده كتير بعصره الليمون والكركم، وتبعدي عن الادويه والحاجات اللي تضره، والفركتوز ابعدي عنه تماما. تمام، احنا كده دلوقتي حطينا زي ما قلت كل الحاجات الناشفه، ومعانا الخل مع الميه اللي فيها الخميره. خلاص ببتدي بقى قبل احطهم على بعض، ركزوا انا ما حطيتهمش دلوقتي، هعمل ايه بقى؟ هجيب البايركس اللي انا هستخدمه. عايزه اتكلم بس عن البايركس في حاجه، حسب المقاس اللي انتوا عايزينه، انتوا عايزين العيش ده شرايحه رفيعه ولا عايزين شرايحه سميكه؟ هوريكم قصدي ايه. تعالوا نروح مع بعض للجاهز عشان نفهم احنا بنتكلم على ايه. عايزينه شرايح رفيعه كده، تمام، ولا عايزينه لا زي التوست شويه عريض وتقطعوا منه؟ حسب ما انتوا عايزين، انتوا بتتحكموا في ده بمقاس البايركس. لو البايركس صغير كل ما عليت، لو مقاس البايركس لا كبير بقت رفيعه، فبالتالي انتوا تجربوا. خلاص هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ركزوا معايا كويس جدا. بايركس مدهون كويس جدا يكون جنبي، الفرن على درجه 200، واحط بقى، بصوا ركزوا، بنحط ده كده سريعا ونقلب بسرعه. ليه بقى؟ هشرح ليه دلوقتي. بصوا هيفور معايا ازاي ولسه مازال هاشش وزي السايل كده. انزل بقى بسرعه كده. اللي هيحصل ايه؟ اول حاجه اللي مخليه يفور كده ويبقى هاشش كده البيكنج صودا مع الخل، بيعمل كيميكال رياكشن ويخليه يهش كده بسرعه. خلاص، فانا عايزه الحقه بهشهشته كده واروح منزلاه في الايه، في البايركس قبل ما يفش مني. معلش المصطلحات دي مهمه. تمام، وهيهشش كده قبل ما يفش لازم يتحط في الايه، في البايركس. طيب تاني حاجه معايا جواه البسيليوم اللي هو اللي بيبتدي ينفش بسرعه، اللي هي الماده اللي معانا ديت، دي هو اسمها صعب شويه. ده بيتباع فين؟ بيتباع عند الناس اللي هي بتبيع انواع العسل وانواع الزيوت وانواع البذور والحاجات دي، هتلاقي عندهم البسيليوم هاسك ده بيتباع، ده بديل للجلوتين في المخبوزات، ولكن مش للمخبوزات اللي فيها قمح، لا هو للمخبوزات اللي زي دي اللي ما فيهاش قمح بديل للجلوتين، بيساعد على رفع الحاجة، فبيروح شارب بسرعه جدا 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 ويروح مكلكع قافش. خلاص، فعشان كده لازم حركتنا تبقى سريعه قوي واحنا بنعمله. يعني بصوا دلوقتي لما اجي المسه، بصوا هشش ازاي، بصوا ماسك ازاي، مسك خلاص بقى عجينه، بقى عجينه متماسكه. شايفين بقى معجينه ازاي؟ انا بصوا ماسكه ازاي من فوق اهو، مش سايل، بقى عجينه معايا، لكن ما اخد معايا الشكل العالي. لو انا بقى قعدت اقلب 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 وخدت راحتي هيطير كله وتجمد وتنشف، واجي احطها هضطر افردها بايدي وبقت خلاص ملكمه. تمام، فهمنا النقطه دي. هشه هشه، بصوا عاليه كلها هوا، معلش بالهوا بالكاميرا تاني، بصوا هوا ازاي، شايفين الهوا جواها عامل ازاي؟ بس كده، هنا حمايه هشه ومتماسكه مش طريه، اقدر احط ايدي كده عليها كلها. خلاص ادخلها بقى الفرن على 200 لغايه ما تاخد معايا اللون الغامق، عشان اتاكد انها استوت كلها، ما تبقاش معجنه من جوه خالص، ولا قصدي مش مستويه من جوه او كده، لازم تكون واخده اللون الغامق. معانا تليفون، الو يا مي، الو طب معلش حاولي كلمينا تاني يا مي.
كده احنا خلصنا، نرجع تاني نشوف الديسبلاي. ده كده عيش الكيتو. الناس اللي بتعمل كيتو عارفه هتاكل معاه ايه. الناس اللي عامله السبع خطوات ينفع برضو نستبدله بشرايح الخبز المشبعه. مش كل الناس هتحبه قوي لانه طعم مختلف بصراحه، ولكن هو مشبع جدا، مشبع لدرجه مرعبه، لان هو فعلا بيخش كده يسد. بس تشربه معاه ميه بعد الوجبه بنص ساعه، كوبايتين ميه. تاخده معاه بقى شيدر سايح للكيتو او يعني حسب اللي بيبقى مسموح. تمام، احنا كده خلصنا، هنروح بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض بقيه فقراتنا. اهلا بكم معانا من الفاصل. الحقيقه معانا النهارده موسوعه من المواهب، يعني كميه مواهب في شخصيه واحده، وانا الحقيقه سعيده جدا بوجودها النهارده. نرحب بالكاتبه حنان مفيد فوزي. اهلا بيكي حبيبتي. انا سعيده جدا جدا انا معاكي، وعايزه اقول لك بس حاجه، ان انت دايما انت اللي بتقدمي ضيوفك، فاسمحي لي مره ان انا اقدمك باعتبار ان انا مذيعه سابقه يعني حبيبتي. يعني انت تجربه ناجحه جدا، مستقله، سوبر ماما، رغم تنقلاتك الكتيرة جدا في المحطات، أربع خمس ست محطات، لكن قدرتي أنك تحافظي على المشاهدين بتوعك في كل محطة، رغم أن ده حاجة صعبة جدا، لأنه في ناس مشاهدين بيرتبطوا بالمذيع. عايزة أقول المذيع لأنه مش عايزة أقول إعلامي، لأن الإعلامي ده كترت قوي قوي، لأنه أي حد معدي من الشاشة دلوقتي بقى إعلامي الحقيقة، ما علينا في القصة دي. بس إنك تحتفظي بالمشاهدين رغم التنقلات دي، فده مهم جدا، لأن في ناس أوقات بيرتبطوا بالمذيع من خلال المحطة، لما بيسيب المحطة بينصرفوا عنه المشاهدين، عبال ما يبتدي يرجع تاني يكونهم بياخد وقت كبير قوي. بس أنتي اللي كانوا في المحطة دي هم اللي خدتيهم هنا، وهم اللي خدتيهم هنا، وده معناه إنك أنتي صادقة وأمينة في اللي انت بتقوليه. ولما تبقي مش عارفه حاجه بتقولي معرفش، وده لطيف جدا. ليه؟ لانه انت عارفه طبع المصريين، عندهم يعني مش عايزه اقول انهم فهلويه يعني، بس عايزه اقول ان هم يعني ايه، ما ينفعش يقولوا ما يعرفوش. انا عايزه اقول لك اساس النجاح هو المصداقيه. بالظبط كده، ومهم قوي انك انت دايما تقولي. يعني انا اخدت بالي ان انت بتقولي يا جماعه انا مش دكتوره، وعلى فكره انا مش خبيره تغذيه، انا كمان مش خبيره ابراج على فكره، مش والله انا كل الحكايه زي ما انت درستي التغذيه وعملتي دي كانت دراسات حره بالنسبه لك، دي بعيده عن تخصصك اصلا. انا نفس الحكايه درست مجموعه حاجات دراسات حره. ما انا بقى عايزه اخش مبدئيا بشكرك جدا على المقدمه الرائعه دي، تستاهليها بامانه. انا سعيده اولا انك متابعاني، وثانيا انك كمان بتطبقي النصايح. انا ما كنتش عارفه انك بتطبقي النصايح الغذائيه اللي كنت بقول عليها. احكي لنا مبدئيا كده المايه بالليمون، بتطبقي المايه بالليمون، بس انا كنت بحط جنزبيل، انا هحط كركم بقى. ايوه من نصيحه النهارده. عشان الدهون بتاعه الكبد دي، لان انت عارفه ثلاث ارباع المصريين عندهم دهون على الكبد. ليه بقى؟ عارفه ليه؟ ليه بقى؟ أيوة. علشان كميه الادويه اللي بناخدها. وطبعا يعني انا بتكلم على الناس اللي بتمشي صح وما بتاكلش غلط، بيبقى عندها بسبب الادويه اللي بناخدها اللي هي صحيح. مسكنات الكتير صحيح. ولكن اساس مشاكل الكبد والدهون على الكبد هو التغذيه الغلط، كميه الدسم والسكريات اللي بناخدها مع الادويه الكتير، لايف ستايل غلط بيخلي على طول في دهون على الكبد. صحيح. بس انت مهم قوي ان انت قلتي انه لو انضاف كركم ده هيجدد خلايا بالزبط. الكبد بشكل معين. اتفضلي بقى الاسئله بقى، اتفضلي انت احكي لنا بقى عن نفسك. ارجوك. علم نفس ولا ابراج ولا كاتبه ولا شاعره ولا ايه كل الحاجات اللي درسيها دي؟ لا، وفي حاجه جديده كمان. ايه؟ راقصه باليه ان شاء الله. ما شاء الله. لا انا بهزر. اصدق
اصدق ما شاء الله انت جسمك رشيق جدا. ربنا يخليك. ف بصي يعني هم كلهم عارفه يا سالي بيندرجوا تحت بند الكلمه سواء اذا كانت مقروءه او مسموعه او مرئيه. فانا بس يعني معنيه قوي او خليني اقول مهووسه عشان معنيه دي كلمه يعني متفزلكه قوي فخلينا بساط يعني مهووسه قوي بدراسه الـ 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 النفوس لانه دايما كل بني ادم قدامك هو مش كتاب مفتوح انت من خلال تجربتك معاه بتقدري شويه بشويه تاخدي داتا عنه وفي ناس بتبقى مغلقه فتبقي مش عارفه تتعاملي معاهم ازاي. فعلا علم النفس والابراج هي حاجه برضو مرتبطه ببعض والاحلام بالصفات. كمان والاحلام انت البني ادم كله هو مجموعه صفات من ابراج مجموعه مشاعر من احلام مجموعه امال وتركيبه شخصيه بقى من سمات وراثيه ومن اربع ابراج مش احنا مش برج واحد احنا اربع ابراج عشان كده انا بقول انه البني ادم كله على بعضه عباره عن ايه نمره واحد. لا اشرحي لنا يعني ايه اربع ابراج. ما انا هقول لك حاجه انا جايه لك في السكه. البني ادم الاول عباره عن جينات. الجينات مش هي ملامح بس وراثيه لا الجينات كمان صفات فانت بترثي من والدتك ووالدك بعض الصفات ادي اول حاجه. تاني حاجه المناخ المحيط اللي انت تربيتي فيه الى اي مدى درجه تعليمه او ثقافته دي بتاثر جدا في تركيبه الشخصيه طبعا. ثالثا بقى الابراج احنا مش برج واحد احنا برج بيوم الميلاد اللي هو البرج الفلكي اللي هو ثور وجوزاء وعذراء وميزان ودلو وحوت اللي هم ال 12 برج تمام؟ وبرج بسنه الميلاد اللي هم 12 برج برضو بس ده البرج الصيني اللي هو القرد المعزه الحصان الناري الخنزير الفيل الكلب الديك وهكذا 12 برضو. وبعدين برج صاعد اللي هو بساعه الميلاد يعني سالي مولوده في البرج الفلاني مثلا زي برج الميزان. عرفتي ازاي؟ مش عارفه حسيتك عندك تناسق تحديدا وانت في المطبخ لما خلصتي الادوات بتاعتك اللي انت عملتيها لمتيها كلها في حته وحطيتيها على جنب. صح التناسق ده والانسجام والترتيب والتنظيم ده ميزان. سبحان الله. لا عيب انا مش قليله على فكره. لا فعلا سبحان الله. خلاص خلاص بقى هنا سالي برج الميزان مولوده الساعه 8:30 الصبح تمام. في زي رسم هندسي بيوضح لك انه كل برج في الخريطه بتاعه الساعه الميلاديه اللي بتشرح لك لما بتجيبي الاشكال الهندسيه ما تقدريش تعمليها بدماغك لازم يبقى قدامك الرسمه دي لانه كل برج له حوالي 24 ساعه بتتغير كل ساعتين يعني من 8 ل 10 الصبح من 10 ل 12 وهكذا على مدى 12 ساعه كل ساعتين في برج فانت بتظبطي بتجيبي الاله اللي هي اللي بيسموها ايه المنقله مش المنقله البرجل تمام البرجل بتظبطيه على نقطه الميزان تمام وبعدين بالمسطره بتشوفي الزاويه بتاعه الساعه 8:30 اللي مقابلها الميزان افرضي ادي دي الزاويه دي زاويه مستقيمه هنا اهو نقطه البرج الصاعد بتاعك فبرجك الصاعد مثلا عذراء دلو ده بيشكل مجموعه شخصيتك يعني انا لو قلت لك مثلا دلوقتي احنا عايزين نفهم عن كل برج شخص الصفات هل ده تقدري تقوليه ولا بيكون صعب لانه مرتبط بتفاصيل كتيره زي مرتبط بتفاصيل كتير ليه لانه انت كشخص كسالي برجك الفلكي اللي هو بيوم الميلاد الصيني بسنه الميلاد الصاعد بساعه الميلاد واخر حاجه بعلم الارقام اللي هو البرج العربي اللي هو مثلا سالي بنت عزيزة بنت غالية بنت فاطمة إذا أنت هتقولي لي أنا يا حنان برجي الفلكي ميزان وبرجي الصيني الديك وبرجي العربي أو الصاعد سوري مثلا الدلو وبرجي العربي كذا مجموعة الصفات دي بتشكل سالي مع الجينات بقى ومع المناخ.
فاهماني؟ فالمساله بقى علشان انا كان بيجي لي زمان انا 16 4 واعمل ايه مع 15 9؟ ما اعرفش تعملي ايه على فكره. ما اعرفش لانه انت اكيد مش ده بس، انت مجموعه حاجات. طيب ده بالنسبه للابراج، انا شايفه انت في كتب كتير قدامك. احكي لنا بقى، انا عايزه انت نسيتيني. اولا دي هديتي ليكي يعني بجد؟ لانه انا يعني امي علمتني ما ادخلش على حد من غير ما يبقى حاجه في ايديا. كنت اجيب شوكولاته بس انت بتخلي الشوكولاته بالشوفان، اجيبها لك منين الشوكولاته اللي بالشوفان دي؟ مش هعرف اعملها. فانا جبت لك 7 كتب من اصل 10 يعني ليكي بذمتي 3. سبعه كمان نصره قويه ان شاء الله. 10 ما شاء الله، انت كاتبه 10 كتب يعني عملتهم في 15 سنه. طب احكي لنا، ممكن كده تورينا كده؟ بصي اولا ده دول مش بالترتيب طبعا، ده كتاب اسمه ازاي، بيوضح لك ازاي انك انت تبقي سوبر ماما كده وشخصيه مستقله ومحاطه بعثرات كتيره جدا، ويعني مش عايزه اقول عثرات، خليني اقول بقيود وروابط، روابط لاطفال، روابط خاصه ببيت، بالتزامات، باب، بام، باخوات. فوسط كل الحاجات دي كلها ازاي تقدري تبقي شخصيه ناجحه، ازاي تاكلي كويس، ازاي ما تنسيش نفسك، ازاي تلبسي الالوان اللي تناسب شخصيتك. سؤال مهم جدا، مدخله فيها بقى شق السوشيال ميديا وتاثيره على حياتنا؟ اه بجد. جدا. ليه؟ لانه زي ما هو مفيد فهو ضار. اولا ضار انه بياكل وقتك، انت لازم تحددي له وقت معين في اليوم او في الاسبوع. صح. ما تقدريش تفتحيه لانه انت ممكن بوست يجيب بوست يجيب بوست يجيب فيديو، تبصي تلاقي نفسك حياتك كله الواحد ماسك الموبايل بالظبط كده وما استفدتيش، انت بتتفرجي بس. تمام. ومش كل اللي تتفرجي عليه بيكون مفيد، يا ريت يكون كل المواد اللي بتطرح على السوشيال ميديا في حاجات بتبقى يعني انا اسفه اقول تافهه جدا، فما يصحش انك تضيعي وقتك فيها، فلازم تخصصي وقت ليها، يبقى وقت بسيط لا يتعدى النص ساعه بصراحه يعني. خلاص ادي كتاب من الكتب، فده تقدري تقولي شكل من اشكال التنميه البشريه، مش بتخصص برضو عشان انا مش خبيره تنميه بشريه، بس انا بتكلم عن تجربتي بشكل عام ومدخله فيها كوميديا اللي هو اللي انا بتكلم يعني انا طالعه لك من الكتاب تقريبا. تمام. تمام. دول ديوانين شعر، انا يعني بكتب اشعار عاميه ليها طبع الاغاني شويه، بس الحقيقه يعني ما بسعاش انها تبقى اغاني الا لما بيطلب مني، لانه برضو يعني انا بكتب بشخصيتي انا، فببقاش عارفه المطرب اللي قدامي عايز حاله شكلها عامل ازاي. بس انا سمعت ان انت كنت بتطلعي كل يوم في برنامج بشعر جديد. هو يعني كان برنامجي اللي انا كنت فيه قبل كده عسل ابيض، كنت بقول يعني دايما بحب ان الانترو، وكانوا دايما بيخليني انا اقول الانترو واقدم زمايلي طبعا، فكنت بحب ان انا تبقى ليها طابع مختلف، فشوف اليوم مدي على ايه بالظبط، فابص في كتابي عندي حلاوه المولد وعندي الشاطر مش حصل، دول كتب شعر بالعام يعني كل حد هيلاقي نفسه في كتاب عندك. اتمنى يعني ده انا اتمنى. اكيد. وبعدين دول الكتب بتوع الاحلام، الجزء الاول والجزء الثاني. الجزء الاول ده جزء بقى مهم جدا عايزاكي تتكلمي عنه، يعني انت دارسه كمان علم نفس متخصص في الاحلام، يعني ايه بقى؟ مش متخصص في الاحلام، هو تفسير الاحلام، يعني الماجستير بتاعي كان في تفسير الاحلام بشكل علمي عند كل من ايزنك وجيلفورد وفرويد. ليه الثلاثه دول؟ لانه فرويد لوحده بيرجع كل تفسير حلم الى اللذه. فده ما بيبقاش بشكل مكتمل، انما ايزنك وجيلفورد من علماء النفس اللي بيفسروا الاحلام، لانه الاحلام ببساطه شديده هو عقلك الباطن اللي انت ما عبرتيش عنه. يعني خلي بالك الحاجات اللي انت جواكي ما عبرتيش عنها ما بتتلغيش، ما بتتمسحش، دي بتتخزن في العقل الباطن وتخرج لك بالليل على هيئه احلام. فاي حلم ما حققتيهوش، اي مطلب كان نفسك فيه وما حصلش، اي خطوه كنت عايزه تعمليها وما قدرتيش تعمليها، فبتقدري تاخدي الحلم ده وتفسريه بالظبط الشخص، او تتحللي بمعنى صح الشخصيه. انا بقرب للشخص
لانه انت ممكن تنسي احلامك على فكره، يعني مش تنسي احلامك. وفي ناس ما بتحلمش. لا ما فيش حد ما بيحلمش، بس في حد. لا انا اختي ما بتحلمش. هقول لك اختك بتعمل ايه. اختك بتحلم لانه عمليا او علميا احنا بنحلم من 5 إلى 7 احلام يوميا، وما بينهم وما بين بعض فواصل، تمام؟ بس العقل ذكي جدا. الحلم لما بيكون بيشكل تهديد او مخاوف بالنسبه للشخص، فالعقل بيؤمر الباطن انه يسقط الحلم قبل الاستيقاظ بحوالي ربع ساعه. سبحان الله. ما انا بقول لك ده التفسير، يعني انا كاتبه هنا في الكتب التفسير الديني والتفسير العلمي. طبعا التفسير الديني ما فيش اهم من ابن سيرين، بس ده مش الخط بتاعي، لكن انا قايله لكل الناس كل رمز، يعني طبعا يعني مقسماهم الى الالوان لوحدها، الارقام لوحدها، الجماد لوحده، الشخصيات اللي في حياتك لوحدها، كل دول لوحدهم، تمام؟ بحيث انك انت يبقى قدامك الرمز الديني، التفسير الديني والتفسير العلمي، ومن خلاله تقدري انت تعرفي ايه اللي يعني بتمر بيه دلوقتي. لان اوقات تبقي حاسه انك انت مخنوقه، مش عارفه مخنوقه ليه، يعني ايه اللي جواكي مديلك الرياكشن ده. كل ما تراقبي احلامك كل ما تعرفي ايه اللي انت بتعاني. لكن عمليا وعلميا ما فيش حد ما بيحلمش، لازم بنحلم. فدول كتابين، الاولاني اسمه حلمي حلمك وعلمي علمك، والتاني اسمه تصبحوا على خير. وعلى فكره تصبحوا على خير ده من قبل 5 سنين من فيلم تامر حسني، علشان بس نبقى واضحين. خلاص. بعد كده في الابراج اللي هم الجزء الاولاني والجزء الثاني اللي هم نجمك في السماء. تمام. ده كان فيه الابراج الفلكيه. الثاني اللي فيه صورتي ده هو فيه الابراج الصينيه والابراج العربيه، علشان برضو كل بني ادم لوحده من غير بقى اللجوء لخبير ولا لحد بيتكلم عن الابراج، مع كامل احترامي ليهم كلهم، انت نفسك تبقي عارفه انت برجك الفلكي ايه والصيني ايه والعربي ايه والصعد ايه. يعني كله موجود في الكتاب ده. بالظبط كده. علشان ما حدش يعني انا مثلا بيبقى عندي ماخذ شويه على الناس، مع كامل احترامي ليهم، اللي هم بيقولوا التوقعات. خليني اقول لك انه ما فيش حاجه اسمها عريس هيجي لك في السكه ومال ده عن كل ناصية. ده عند الله، علم بالزبط. عند الله فقط، ما حدش يعرف الغيب ولا يعرف المستقبل غير الله. لا، وما حدش كان غالب. لو احنا هنقتاد للمساله دي، وبرده عيب ان احنا نلخص علم الفلك. انت عارفه علم الفلك ده الابراج ده جزء منه، عارفه زي ما ايه، زي ما تكوني مثلا انت رايحه تدرسي ميك اب عشان تبقي ميك اب ارتست، فتتخصصي في الايلاينر. يعني ينفع الكلام ده؟ مفيش تخصص في الايلاينر. الابراج ده جزء بسيط جدا، انما الفلك ده مجموعه كواكب ونجوم والحاجات دي كلها متحركه. طب انا واثقه بقى انك دخلتي برضو في علم كده خطوط كف الايد، صح؟ لا ما دخلتيش فيها؟ لا، خفت منها. ليه بقى؟ مش عارفه، لانه ليه علاقه بالعمر والصحة والنجاح، برضو دي ما تقدريش تعرفيها. طب سؤال سريع، قولي انتي متجوزة؟ أنا متجوزة، طبعا الحمد لله. ده عرفتي بقى تختاريه بقى بكل العلم اللي عندك؟ ما كنتش لسه درست تحت الفرازة. لا ما كنتش لسه درست. يعني بصي، أنا جوزي برج تور وأنا برج الدلو، تمام؟ ما فيش توافق بربع جنيه فلكيا، ما فيش. يعني الدلو حاجة والطور حاجة تانية خالص، أوكي؟ بس عشان كده أنا بقول إيه بقى؟ الناس اللي بتقعد تقولك ده يتوافق معايا ولا لأ، وفي جوازات بتبوظ وفي خطوبات بتتفشكل. طب أنا أهو نموذج. إحنا فلكياً ما فيش توافق ما بيننا، لأنه هو عملي جداً وأنا عاطفية، هو هادي وأنا أكتف وعندي. طب ولكن نقول إيه بقى؟ لكن حياتياً من خلال العشرة، وانك انت دايما يبقى عندك تفهم للشخص اللي قدامك، بتتعاملي معاه ازاي، طبعا مع الخبره، كل ماده بيبقى لازم يبقى طاقتك مفتوحه علشان تقدري تتقبلي، وهو كمان تعلميه من تقبلك. أيوه. انه يقبلك. فعمليا الحياه الحمد لله مستقره، مش معناها انها على طول وردي، اكيد بيحصل فيها خلافات كتير واكيد بنقفش كتير من بعض طبعا، بس ده معناه
مش معناه بقى ان احنا كنا ستيك قوي للتوافق الفلكي، لا، انه الحياه العمليه والتوافق اللي ربنا بيوفقه ما بيننا وبين بعض ده حاجه بعيد خالص عن التوقعات والتنبؤات اللي هي كلها كلام فارغ. انت نورتيني حبيبتي، والواحد ما حسش بالوقت معاكي خالص بجد. انا سعيده جدا معاكي والله حقيقي. انا يعني جدا، وعايزه اقول لك المخرج لسه عمال كان بيسالني طب البرج ده انت قلت لي نخرج لازم اخرج فاصل، فانا بشكرك نورتيني بجد حبيبتي. وعلى كل المعلومات الحلوه دي، وانت فعلا موسوعه ما شاء الله. اشكرك يا حبيبتي، العفو. نورتيني، العفو، ميرسي جدا. شكرا، بتمنى يا رب تكونوا انبسطتوا النهارده. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم معانا، ودلوقتي بقى هنتكلم في موضوع مهم يخص الحلل. حلل البيت دايما 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 بنقف عندها ونقول هي الحلل دي مناسبه ولا مش صحيه، طب هي اتخربشت اكمل استخدمها ولا لا. بالذات العرايس اللي بيتجوزوا جديد بيقفوا دايما مش عارفين يختاروا ايه، يختاروا البايركس ولا يختاروا الحاجات اللي هي متغطيه بتبقى غير قابله للزق، اللي هي بتبقى متغطيه بالاسود ولا الجرانيت، ولا في انواع كتير قوي بنقف عندها وبنبقى مش عارفين ده صحي ولا مش صحي. طيب هل سهل في التخزين ولا مش سهل في التخزين؟ ينفع ان احنا نحوش فيه او نحط فيه الاكل في الثلاجات ولا ياثر عليه؟ النهارده هنتكلم باستفاضه في الموضوع ده مع الاستاذه ايمان عبد الرحمن خبيره سلامه الغذاء. اهلا بيك. اهلا اهلا، ازيك يا سالي؟ منوراني. ربنا يخليكي، ده نورك، ربنا يخليكي. نوري لنا طريقنا بقى، عرفينا، اتكلمي عن الحلل وعرفينا اني حلل صحيه واني حلل مش صحيه. المقدمه بتاعتك مظبوط، وانا دايما اقعد اقول يا ريتني درست قبل ما اتجوز، اللي هو ابقى عارفه انا اشتري ايه بدل ما كلنا جبنا دايما اقول عمود الحلل ده واللي هو ما بنستخدموش بعد كده. بالظبط. ودايما اقول الحلل نستثمر فيها صحتنا، لان الحلل فعلا كويسه للاسف غاليه، يعني بنجيب حله واحده في الثانيه في كده. طيب احنا هنتكلم دلوقتي، كلامنا لستات البيوت اللي عندها اوريدي حلل اتخدشت ده جزء، والعروسه اللي لسه هتجهز برضو ننصحها تقول ايه، او واحده حابه تغير حللها فتشتري ايه؟ بالظبط. انا دايما بقول الحلل العمليه، وانت دايما حتى كنت بتقولي اللي هي الالومنيوم او الستانلس ستيل، بس الالومنيوم بتاع زمان للاسف هو يعني كانوا ساعات بيستخدموه صح، بس دلوقتي مثلا لو انا قعدت استخدمته فترات طويله ومش عارفه ان انا احفظ الاكل فيه ازاي هينقر اسود وهيعمل بكتيريا فهيبقى ضار. ميزه الالومنيوم الوحيده ان هو طبعا بيستحمل يعني اسمها ايه المعالق الستانلس، وبيعيش سنين وسنين، هو موزع كويس للحراره. لكن في دلوقتي بقت مصانع بتعمل الومنيوم غير بتاع زمان اللي هو طبقه رفيعه قوي، فتلاقيه بتاع زمان ده كل بيت على فكره عنده صينيه او حاله متنقره او مخبوطه ومحتفظ بيها. بس انا احب اقول لست البيت ان دي بليز ما تطبخيش فيها، يعني لو عندك صينيه او حله منقره اسود الومنيوم دي خليها للذكرى ماشي، بس بلاش تطبخي فيها، لان الالومنيوم بيتفاعل مع الاكل بشكل بيتفاعل مع صريح الأكل وبيوسع قوي، يعني عارفه بيتمدد بالحراره وينكمش بالبروده، فهو وسع قوي تخيلي، فحوش اكله وبعد كده برد عليها فضل الاكل تحت فبكتيريا بقى ايه الافات. طيب دي حاجه. تاني حاجه على فكره، في ناس كتير جدا بصرف النظر عن نوع الحله ما بتاخدش بالها من حاجات زي المسمار اللي بيبقى جوه الحله، يعني لما اجي اشتري حله ابص من جوه الايدين لازقه من بره ولا عاملينها مسامير من جوه. بالظبط. المسامير دي كارثه كارثه، بتحوش كميه وساخه الواحد ما بيعرفش ينظفها تاني. تتنظف زي المجات اللي جواها برده مسامير دي اللي بتبقى مسمره كده وداخله او فيها فجوه من جوه المجات، تلاقي الحتت دي مش بتنضف، بتفضل مش نظيفه كده واخده لون بكتيريا. بالظبط. طيب هنتكلم ايه، احنا هنرشح ايه الحلل وايه الانواع الحلل الحلوه وايه موضوع المغناطيس ده مثلا هقوله بايظه وايه، لانه دايما بيتسال كتير. الحلل بصراحه اللي لازم تبقى في البيت عندنا الحلل الستانلس، لانها عمليه بتعيش سنين وسنين، ينفع اسلق فيها لحمه، اسلق فيها مكرونه، اعمل فيها شوربه، الكلام ده كله. وينفع اعمل فيها رز؟ الناس بتقول الرز بيلزق، لا ممكن اعمل فيها رز، بس لو انا خايفه هجيب حله ما بتلزقش للرز. طيب الحله الستانلس ليها معايير؟ ليها معايير، هي ده معدن زي الذهب بالظبط، يعني ليه عيار زي اللي هو عيار الذهب، رقمه كام؟ 18 على 10. الحله لازم تكون سميكه دايما اقول، وبتكون ثقيله، دي اسهل طريقه.
طيب في ناس تقول لك طب انا مثلا عندي حله 18 على 9 دي وحشه؟ لا مش وحشه بس مش جودتها زي دي. موضوع المغناطيس ده عباره عن ايه؟ اللي هو الاختبار اللي بنعمله على فكره ده حتى على اطقم التوزيع اللي هي الغرف. في اطقم توزيع برده ستانلس، وانا هقول برده ده الاحسن اشتريها ولا السيليكون. الحله الستانلس لو جبت مغناطيس ولزقت معناها ان فيها معدن الحديد زياده عن اللزوم عن الستانلس، فدي تبقى مش حلو يعني. لو لزقت تبقى هي مخشوشه يعني، تمام. لكن لو ما لزقتش يبقى تمام، يبقى ده اختبار سهل جدا. طيب نيجي بقى لحفظ الاكل بقى في الحله، وبعدين هاجي ايه لاحسن انواع حلل. طب انا احفظ الاكل في الحله ليه؟ هي الحله اصلا ما اخترعتش عشان احفظ بيها الاكل. لا معلش معلش يا ايمان، لا الواحد بيطبخ الطبخه ويسيبها تبرد، نسيبها تبرد، ندخلها الثلاجه نطلعها نسخنها تاني، ونقعد انقلها في علب وبعد كده اطلع من العلبه واسخن واوسخ حله جديده. ايوه ليه؟ عشان حاجتين. بصي انا شخصيا كنت بعمل كده. اولا عايزه اقول لكم حاجه، هي بتاخد مكان كبير جدا في الثلاجه على فكره، يعني ممكن يبقوا شويه فاصوليا قد كده والحله قد كده، ده مبدئيا ده كستات بيوت. تاني حاجه بجد الاكل بيتفاعل مع نوع مع الماتيريال بتاع الحلل، فهتقصري من عمرها. طب ايه النوع اللي ما بيتفاعلش مع الاكل؟ الستانلس. يعني احنا نخلي معظم يعني مش الجرانيت؟ لا الجرانيت ليه؟ يا نهار ابيض، الجرانيت ده اكتر واحد بيعمل لك علامه، هو والتيتانيوم. جربوا كده تحفظوا شرب، بلاش شرب ده، انت لو حفظتي اي حاجه هتلاقي عملت علامه وابيض وقشرت، وبتبقى حاجه تحزن لان انت قضيتي. اكيد في انواع مش كل الجرانيت. الجرانيت والسيراميك والتيتانيوم، مع ان التيتانيوم ده قوي جدا اقوى 10 مرات من الجرانيت، برده ما يتحفظش فيه الاكل. حتى الناس البراندات اللي انا اعرفهم بيبيعوا تيتانيوم بيعملوا كتاب تحذيرات كده، بيكتبوا ارجوكم بلاش تحفظوا ده الأكل. اللي هو كله اسود؟ هو بعينه دي. ثانيا عايزه اقول لك حاجه، عمليا لما انا هاجي عايزه اسخن اكل، انا هسخن كل ده ليه؟ ما هو انا كده نشطت البكتيريا. طب استني، يعني ممكن نطبخ فيه مش هيتفاعل ونشيله بعد كده؟ نبرده بقى، نبرد يعني. لو انا ما عنديش حتى علب بلاستيك مخصصه او ازاز، على الاقل ابردها في اطباق بتاعه الاكل واستنى ما تبرد وشيلها في اكياس واشيلها. دي طرق الحفظ هي جبناها سريعا يعني. طيب احسن طريقه. الحلل اللي هي من الازاز، الحلل ايه سوري؟ اللي هي من الازاز. الازاز دي جميله جميله وغاليه، بس هي طبعا مش عمليه لان هي سهله الكسر وغاليه الثمن، بس لكن هي طبعا صحيه جدا وما بتفعلش مع الاكل. اللي هي الحاجات اللي زي البايركس اللي حتى الصواني خطيره جميله جدا، بس انا برضو بحذر ان في منها انواع للاسف مخشوشه، فلو طقت لا قدر الله كارثه يعني، ليها برضو حنيه كده خطيره فعلا. أوه. طيب دلوقتي نستخدم السيليكون ولا نستخدم اللي هي اطقم التوزيع؟ انا اطقم التوزيع الستانلس بتنفعني في الحلل الستانلس كمغارف وكده وقلب، لكن انا طبعا كل بيت دلوقتي عنده الحاجات ماده التيفلون، عنده حلتين سيراميك جرانيت على الاقل، عنده اي حاجه خايف عليها، لازم يكون عنده طقم توزيع او على الاقل معلقه سيليكون. حتى الخشب يا سالي ساعات على فكره بيخربش يعني، بيبقى حاد جدا على الحله. للاسف بقى السيليكون لازم نجيب ماركه كويسه. ما هو ده بقى السؤال. تلاقي كده نوع سيليكون كده شفاف كده وطري كده، باين هو باين. احركه كده الاقي كده عامل زي الورقه كده وشفاف جواه كده البتاع، يكون مش حراري. ده مش انا دايما اقول لصاحب للمكان اللي انا بشتري منه انا عايزه طقم سيليكون يكون حراري وبيبان من شكله ومن ماركته وبس يعني، دايما اقول المصدر اللي نشتري منه يكون ده المهم يعني. تمام. طيب بالنسبه بقى للتجريح او الحاجات انت عارفه السؤال ده اتسالته على مدار حياتي من ساعه ما بدات يعني، جد كل يوم السؤال ده على البيج يتسال، انه انا عندي حله اتخدشت. اصل كلنا عندنا حله اتخدشت يا حبيبتي، ما بنعيط جنبها ما لهاش حل. بصي الحله اللي اتخدشت انا دايما اقول هي مكانها انها تترمي، هي ملهاش حل لان خطورتها اكتر مما تتخيلوا، لانه يعني خلاص هي بقت مسممه يعني للاسف. عشان كده بقول من الاول بنخلي بالنا لما بنشتري حاجه غاليه ان احنا نخلي بالنا منها. في مصانع، ده السؤال، في مصانع او شركات بتاخد منك الحاجات القديمه بتشيل الطبقه، معرفش انا بصراحه معرفش التكنيك بيعملوا ايه، بس ده اللي بيتقال في الاعلان او بعرفه من الناس. ان هي بتكحتها كده بتشيل الطبقه دي وتقوم عامله لهم رش طبقه او حاجه. طيب خلينا نتكلم بالمنطق، موضوع الرش ده طب هيدوم قد ايه؟ ما هو برضو انا عايزه اقول تكنيك صناعه الحله ما هواش بالسهوله دي، وما بكلمكيش من فراغ لان انا رحت فعلا مصنع صناعه حلل مشهور، الموضوع كبير جدا لما بتكون فعلا براند محترم. ده بيجيبوا ألمونيوم يتسيح كله يبقى ماده خام، وبعد كده يتحط في حاجه اسمها اسطمبه اللي هي بقى تاخد شكل الحلل،
وبعد كده تتعمل لها بريس، تفضل تاخد طبقه ورا الثانيه ورا الثالثه طبقات، عشان كده الحله الرفيعه او الخفيفه هي رديئه ما خدتش تصنيع. فالماده الاخيره اللي هي الكبس دي بقى، دي من اخطر واهم المواد، اللي هي الكوتينج، اسمها كوتينج او الماده العازله. فلكن تتخيلي بقى، انا هروح شركه هيحطوا لي ماده عازله ايه ولا هيعملوا لي ايه؟ هيخلوها شكلها حلو، انا بيتهيألي ان هي تترش هتدهن ما اعرفش. طيب سؤال سريع واخر سؤال هو اللي جه دلوقتي، ازاي نعرف الحله اللي ما بيلزقش فيها الاكل عن اللي بيلزق فيها الاكل؟ ما انا زي ما قلت، هما مش انواعهم يعني مش مشهوره، هي انواعهم معروفه، اللي هي ماده التفلون اللي هي السودا، يا سيراميك يا جرانيت. حتى انا زمان كنت دايما اقول لك سيراميك وجرانيت دول اكبر خدعه في التاريخ، كلنا جبناهم ولبسنا فيهم بصراحه. يعني انا اللي عندي باظوا اول استخدام، الثاني الطبقه اللي هي اللمعه دي راحت، فالاكل بقى بيلزق فما بتلزقش. لكن ماده التيتانيوم دي ماده قويه جدا، يعني بتصنع منها ما اعرفش الطيارات ولا اي حاجه، وهي غاليه، عشان كده بقول نشتري منها واحده. على فكره التفلون اللي عندنا بتاعت البيض دي، عندنا كلنا طاسه، مش هقول اسم الماركه لان هي الناس فاكراها كده، هي ماده التفلون يعني السودا دي جميله جدا على فكره وصحيه مش وحشه. هي عيبها الوحيد ان هي عايزه حرص، لانها زي اللي انا ذكرتهم، اتخدشت بان الحته السيلفر راح الموضوع. على فكره بس حاجه هختم بيها عشان الناس ما تخضش، هو في نوعين من الخدش، في خدش سطحي كده خربوش كده وعدى على خير، وفي خدش عميق بقى اللي هي بقى خطوط بقى، لكن دي اللي ما ينفعش استخدمها، لكن لو خدش كده مش هيحصل حاجه. طب كويس، يعني على الاقل في شويه امل. نورتيني، بشكرك جدا على المعلومات. ربنا يخليك. الوقت عدى بسرعه، ربنا يخليك. وان شاء الله المره الجايه بقى نتكلم عن الفخار والحاجات اللي بنعمل فيها، الحاجات المعمر بقى والكلام ده كله، ونحفظ الاكل قد ايه بالظبط، وترتيب الثلاجه، ده كل ده بقى ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله باذن الله. ميرسي يا حبيبتي، بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. هنروح لفاصل ونرجع بقى نكمل مع بعض اخر فقره.